مع حلول فصل الشتاء وما يتبعه من انخفاض في درجة الحرارة ونقص في أشعة الشمس، يتغير نمط الحياة اليومية بتأثير مباشر على نشاطاتنا وعاداتنا، مما يجعل لهذا الموسم طقوسه الخاصة به التي تكون سبباً في تغير دورة النوم عند الإنسان. في فصل الشتاء اللي يطول والظلام يطيح بكري، كاين يعيطول هذا لومينوثيرابي، يعني العلاج بالضوء. ناس يروحوا لأن الظلام والسماء مغيم ودائما الليل يطيح بكري والنهار قصير، راح يأثر على المعنويات تاعنا. ممكن تكون بتيت ديبريسيون، اضطراب خفيف، الناس يوليو ما يرقدوش مليح. كي يعرف يسيطر ويكون ذكي بالعادات تاعو، مثلا ظهري يرقد في هذه الساعة لازم يرقد في ساعة محددة في وقت محدد. عوامل أخرى كانت حسب الأخصائيين النفسانيين سبباً في حدوث خلل في طبيعة النوم عند الأفراد في هذا الفصل. قد تكون بعض اضطرابات النوم والإحساس بزيادة ساعات النوم والإحساس بالتعب لها علاقة بتغير الفصول وبتتأثر شخصية الإنسان حسب نوع الفصل. حتى وإن ساهمت عوامل خارجية بتغيير عادة الحياة اليومية، يبقى الإنسان طبيب نفسه في اتباع نظام محكم وفق مواقيت منتظمة لتحقيق توازن أمثل لأسلوب حياته.